عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. هتكلم عن الصيام المتقطع بيأثر على الهرمونات ولا لا، بيأثر على الحمل ولا لا، عشان جالي ده في التعليقات على الفيس وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك كتير، فقلت هعمل فيديو عنه. اول حاجة انا هتكلم عن نفسي، عن تجربتي. لما انا عملت الصيام المتقطع كده عديت ال3 سنين الحمد لله، ووصلت لمراحل كبيره قوي من الالتئام الذاتي. طيب لما هو بيأثر على الهرمونات، واحده واحده هرد على سؤال سؤال. لما هو بيأثر على الهرمونات، ازاي انا اتخلصت من الهبات الساخنه؟ ما هي دي بسبب ان الاستروجين وقع ومشاكل الستات انتوا عارفينها. طب ازاي اتخلصت من كل ده وما عنديش اي مشاكل؟ بالعكس انا دلوقتي احسن، على الاقل يعني ما فيش حاجة ما بتسبب لي ألم كل شهر. أنا كده يعني الحمد لله وصلت لمرحلة كويسة جدا وجميلة. بعد 60 نبدأ. فإزاي بيأثر على الهرمونات؟ لو بيأثر على الهرمونات كان هيبقى ده حالي، يعني أنام بالليل بعمق وأبقى نشيطة طول النهار وأبقى حيوية والحمد لله من فضل ربنا عليا. تاني حاجة بيسألوني بيأثر على الحمل، إزاي يا حبيبتي بيأثر على الحمل وهو اصلا العلاج الوحيد وعن تجارب ناس اعرفها لتكيس المبايض؟ ازاي يعني؟ مش عارف. على العموم عشان انا اخلي مسؤوليتي، اللي مش مقتنع يا جماعه بالصيام المتقطع او مقتنع انه ليه اضرار وبيأثر على الدوره، هو ممكن يلخبط الدوره في الاول، لان الناس معايا كده، وبعد كده بتتظبط والهرمونات بتتظبط، الجسم بيخش على مرحلة جديدة غريبة عليه مش متعود عليها. فكل واحد يتحمل مسؤولية نفسه. أنا بنصحكم لوجه الله تعالى، وأشوفكم في فيديو جديد ومعلومة مفيدة بإذن الله.